وتخلى أمون حط بالرابع عن اسمه وبقى آخ إن أتن، يعني النافع لأتن. العلامة اللي على شكل طائر أبو منجل تتنطق آخ ومعناها مفيد، وجت العلامة اللي على شكل دايرة وهي حرف الخاء تأكيد على نطق الخاء في كلمة آخ، وعلامة أمواج المياه تتنطق أن وهي حرف معناه التابع. وأتن هنا اتكتبت في الأول لأن قدم المصري القديم اسم المقدس أتن في الأول للتبجيل، لكن نطقناها في الآخر ويبقى آخن أتن معناه النافع لأتن. وهو ده الاسم اللي اختاره الملك المتمرد لنفسه، الملك إخناتون. صور الملك المتمرد أتن في هيئة قرص شمس وأشعتها على شكل أياتي بتمده بالحياة. هنلاقي هنا فوق في شكل تاج التتويج علشان يأكد إن أتن هو اللي مدزق الحب لإخناتون. وهنلاقي الإيد بتمده بعلامة عنخ اللي هي معناها الحياة. وهنا قرر إخناتون إن يكون اسمه آخ إن أتن، يعني المخلص لأتن. وعلشان نتعرف على أتن في الكتابات الهيروغليفية هنلاقيه متسجل عندنا هنا. أتن أول علامة هنلاقيها هي على شكل الريشة وبتتنطق ألف مكسورة، ووراها هنلاقي نصف الرغيف الخبز اللي بيتنطق ته، ووراها هنلاقي علامة أمواج المياه اللي بيتنطق إن، وتتنطق الكلمة على بعض أتن. هنلاقي وراها شكل لقرص الشمس وهي علامة لا تنطق وهو معناه المقدس أتن.